السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. معكم الخبير الزراعي سامر يسوف من ريف إدلب، متواجد الآن بريف أخترين. نحن الآن متواجدين بحقل خيار وحقل بندورة، هاي من الخضروات أو المواسم اللي نعتبرها من الموسم الخريفي أو العروي الخريفي. أيضا عندنا الكوسة وعندنا الفاصوليا، عندنا عدة خضروات تنزرع بهالوقت. الموضوع اللي بدنا نحكي نحن فيه هلا أو بصدده نحن، موضوع هو الكساد الإنتاج. عندنا كساد الإنتاج اللي عم يعاني منه المزارع، المزارع عم يصرف مستلزمات إنتاج ضخمة جدا، من بذور، من مبيدات، من أسمدة، كلها حقها بالدولار، منتجه عم يبيعه بالليرة التركي وبأدنى الأسعار. يعني اليوم نحن أسواقنا اللي متواجدة حوالينا سوق الباب، سوق مارع، سوق عزاز، وهي الأسواق هي استهلاك محلي فقط. نحن معنيين بالألم اللي عم يعيشه المزارع وعم نعيشه نحن كمشرفين زراعيين، كصيادل زراعيين، من حيث تردي الأداء المادي عند المزارع، وبالنتيجة عم يضعف المزارع، بيضعف الصيدلي، بيضعف معمل التنقيط، معامل خراطيم التنقيط، كل مستلزمات الإنتاج عم تضعف من ضعف المزارع. العجلة الاقتصادية الأقوى والأقدر في مجتمعنا هي العجلة الاقتصادية. إذا درج المزارع درج من السمان للقصاب للمحل الحلويات للكل، ليش؟ المزارع نزل باع بأسعار كويسة فبدي يشتري ويجيب لبيته، وقت اللي عم يبيع بسعر متدني عم يرجع يعني مهموم ومزعوج انه منين هو بده يوفي الشيء الديون المتراكمة عليه نتيجة عمله الزراعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المزارع محمود حجازي من ناحية أخترين. حاليا وقت موسم خيار، زارعين خيار، عم نحوش خيار، عم نعاني من أول شيء الطرقات أهم شيء. يعني اليوم عم نحوش أدوب عم بطلع عنا أجرة العمال، طرق ما في، عم نكب. اليوم بعتنا حمل ما نباع، عم نكب الحاويات، وعم نعاني من الأمراض. دعم زراعي معنا نهائيا، أدوية عم تجينا تعبانة، أمراض فطرية، عناكب، أدوية تجينا تعبانة بالمرة. موسم تعبان تعبان تعبان، يعني عم نفكر هلأ، عم بفكر أشيله أفلحه. بلشنا بالحوش صلنا شي 15 يوم عم نحوش، لهلأ عنا خسارة، عم نخسر المي والأدوية وأجار السيارات، أدوب عم طلعنا أجار العمال. بس ما راح الحوش يوم إيه يوم لأ، عنا حوش يوم إيه يوم لأ. يعني عنا فرز، عنا تغليف، كياس، لزاق، أجور نقل. هو